عقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم للنظر في جدول الأعمال المكون من 17 بندا، كما يستهل المجلس جلسته بالتصديق على المضابط والنظر في 4 رسائل واردة وبند الأسئلة وطلبات رفع الحصانة عن 4 من النواب. ومن ضمن بنود جدول الأعمال النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي. إذن للمزيد ينضم إلينا حول جدول الأعمال والنظر في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 حول التقاعد المبكر، ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مجلس الأمة مراسل تلفزيون دولة الكويت نواف الشراكي. نواف هل تسمعني؟ عادي. نواف اطلعنا اكثر على مجريات الجلسة وماذا حول قانون التقاعد المبكر. يبدو ان نواف لا يسمعني. نواف هل انت معي؟ نعم نواف اطلعني أكثر على مجريات الجلسة وماذا حول قانون التقاعد المبكر. تحية لك سهى وتحية المشاهدين الكرام لتلفزيون دولة الكويت. احنا الآن متواجدون في مجلس الأمة لتغطية الجلسة العادية لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي 15، واليوم الجلسة العادية حقيقة هناك بنود كثيرة على جدول أعمال الجلسة. ربما الجلسة بدأت على تصديق المضابط وبعد ذلك كشف الأوراق والرسائل الواردة، ومن ثم دخل المجلس على بند الأسئلة، وانتهى المجلس قبل أن يرفع رئيس مجلس الأمة سيد زوق علي الغانم قبل دقائق لأداء صلاة الظهر. كان هناك بند رفع الحصانات وتم رفع الحصانة عن 4 نواب، وهم النائب خالد الشطي والنائب محمد هايف والنائب أحمد الفضل وأخيرا أيضا النائب صالح عاشور. وبعد ذلك رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة لأداء صلاة الظهر، من ثم سوف يعود المجلس ويستكمل مناقشة بنود أعمال الجلسة. ربما مثل ما تفضلت سوى بند بالنسبة لمناقشة التعديلات على قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو ما يعرف مثل ما تفضلت قانون التقاعد المبكر، سوف يكون بعد أن يعود المجلس إلى تكمل جلسته بعد أداء صلاة الظهر. بعد ذلك راح تكون هناك أيضا بنود حول مناقشة بند قانون هو انتساب وجود العسكريين في مجلس الأمة، ومن ثم ذلك بعد هناك أيضا هناك تقارير منجزة من بعض اللجان المختصة سوف تكون هناك أيضا على جدول أعمال الجلسة. وبعد ذلك راح يكون هناك أيضا مناقشة بالنسبة لبرنامج عمل الحكومة، كل ذلك موجود على جلسة أعمال اليوم. وأيضا هناك بعض التقارير للجنة الشؤون الخارجية، وهناك 8 تقارير أيضا موجودة على أعمال جلسة اليوم. ولكن حقيقة الآن الجلسة في وقت أداء صلاة الظهر مرفوعة، بعد ذلك سوف يعود المجلس لمناقشة ما يعرف بقانون التقاعد المبكر. نعم سهى. نعم نواف الشراكي كل الشكر لك. شكرا لك نواف.